هذا العاجل الآن. أكدت السلطات الأوكرانية أن القصف الذي تم للمنطقة العسكرية قرب لفيف أو قرب الحدود مع بولندا أدى إلى، بحسب ما توصلت به قبل ثواني بالضبط حول، أدى إلى، قالت السلطات الأوكرانية أنه تم إطلاق 30 صاروخا على منشأة عسكرية بغرب أوكرانيا، قائلة أن 9 قتلى و57 أصيبوا بجروح في ضربة جوية على المرفق العسكري الغربي الأوكراني. بالتالي هذه المعلومات التي وصلتنا للتو توضح، عندما نقول 30 صاروخا هذا في المنطقة الغربية، بمعنى القصف القوي عادة نشاهد 8 صواريخ 6 صواريخ على منطقة معينة، 30 صاروخ على المنطقة الغربية وعلى غير بعيد عن الحدود البولندية وغير بعيد عن الحدود الأوروبية والاتحاد الأوروبي وحلف وحدود حلف الشمال الأطلسي، تحمل في طياتها الكثير من الرسائل والكثير من المعاني على الأقل بحسب المحللين والمتابعين. ميدانيا هنا في منطقة أليبوكا لاحظنا عملية النزوح قد خفت بشكل كبير، الطرق باتت شبه خالية تقريبا، يمكن الحركة بسهولة، لكن هذا ليس بحسب السكان المحليين، ليس نتيجة الهدوء وإنما نتيجة الخوف من صفارات الإنذار التي تستمر هنا في الغرب الأوكراني منذ ليلة البارحة تقريبا من الساعة 2 فجرا. وبالتالي هل المنطقة الغربية الآن ستصبح تحت الأهداف الروسية، خاصة أن وزارة الدفاع البريطانية قالت أن الشرق في دونباس الشرق الأوكراني بات مطوقا من طرف القوات الروسية، كذلك مدينة خيرسون، قالت بعض التقارير المحلية أن السلطات أو القوات الروسية تحاول إعلانها أنها منطقة منفصلة على غرار دونياسك ولوهانسك، وبالتالي مدن ماريوبول كذلك محاصرة. أحد الأوكرانيين استفسرته وهو من مدينة ماريوبول، بالضبط من قرية قريبة من مدينة ماريوبول، القرية تسمى سرطانة، قال لي لا أستطيع التواصل مع عائلتي، لكن الغريب أن أنني شاهدت عائلتي على التلفزيون الروسي، بمعنى أن انقطاع النت ليس بسبب فقط الحرب وإنما بسبب سيطرة الروس على منطقة سرطانة قرب ماريوبول، وبالتالي قاموا بروبورتاجات تنقل المواطنين من هناك وفق الرواية الروسية، لكن نفس العائلة التي تحدث لي أحد أقاربها أنهم لم يستطيعوا التواصل معهم ولا وجود للإنترنت، عدا أنهم يستطيعون مشاهدتهم على التلفزيون الروسي الذي على بحسب هذه العائلة يحاول أن يعطي وجهة النظر الروسية فقط. وبالتالي الأوضاع مختلفة، الكل يتهم الآخر، اتهامات متبادلة، لكن على المستوى الميداني والمدني المدنيون يدفعون فاتورة هذه الحرب، مليوني ونصف المليون حسين غادروا إلى الدول المحادية لأوكرانيا، وبحسب تقييم مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة قد يرتفع العدد إلى 5 ملايين آخرين إضافيين سيتجهون إلى أوروبا، لكن في ظل استهداف الطرف الغربي سيصعب الآن على النازحين التوجه في هذا الاتجاه، ليبقى الممر الآخر في اتجاه روسيا أو بيلاروسيا لعله سيكون بديلا عن هذه النقاط، خاصة أننا شهدنا خلال 24 ساعة انخفاض كبير للنازحين تجاه رومانيا. وبالتالي السؤال، هل ستتسع الحرب للحدود الغربية بشكل أكبر على غرار ما نشهده حاليا، وهل الدول المجاورة، نتحدث عن رومانيا وعن بولندا باعتبار أنهم دولتان في حلف شمال الأطلسي، ومطالبة رومانيا بأن يكون جيشها في حالة الطوارئ وأن تكون القيادة تحت قيادة حلف شمال الأطلسي، هل فيه بوادر أو تخوفات من أن تتسع رقعة الحرب إلى خارج أوكرانيا، بالرغم أن موسكو قالت مرات عدة أنها لن تهاجم أي دولة خارج أوكرانيا، لكن هناك تخوفات. نحن نتذكر عندما كانت موسكو تكرر أن لا نية لها في غزو روسيا، لكن الواقع اليوم اختلف وأكد عكس ذلك.